بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة امام متحف النوبة او متحف النوبي بأسوان. المتحف النوبي يقع داخل مدينة أسوان، يبعد حوالي 2.5 كيلو عن محطة أسوان الرئيسية، محطة قطارات أسوان. المتحف النوبي أنشأته منظمة اليونسكو، وافتتح عام 1997. يعرض فيه الحضارة النوبية من أيام ما قبل التاريخ، يعني يمكن من العصر الحجري إلى الآن. طبعا بيضم في الفترة دي فترة حكم النوبيين الفراعنة اللي احنا بنسميهم الكوشيين، في الأسرة الخامسة والعشرين من الأسرات الفرعونية الثلاثين. احنا عارفين طبعا إن عدد الأسرات الفرعونية 30 أسرة. أقيم المتحف النوبي على مساحة 50,000 كيلومتر مربع، بتشمل زي ما احنا شايفين مبنى المتحف المكون من الدور البدروم والدور الأرضي ودور علوي زي ما احنا شايفين، وبتشمل حدائق حوالين المتحف، بتضم بعض الآثار برضو اللي هنعرضها لحضراتكم. قبل ما ندخل المتحف ونعرض الحاجات دي، احنا جايين دلوقتي في أسوان في درجة حرارة تتجاوز ال 42 درجة مئوية، فيا ريت حضراتكم تتفاعلوا معانا وتشجعونا. اللي مشتركش يشترك، واللي ما بيعملش لايك يا ريت يفتكر ويعمل لنا لايك، لأن ده بيفرق كتير قوي معانا. المتحف النوبي فيه العديد من الآثار المصرية، هذكر لكم بعض هذه الآثار الآن. في عندي تمثال لرمسيس الثاني، وفي عندي هيكل عظمي بيعود عمره ل 200,000 سنة، وجد في منطقة الكوبانية في أسوان. أنا مش عارف إزاي يعني هيكل عظمي يعود ل 200,000 سنة. هنشوف دلوقتي ونعرف إيه حكاية الهيكل العظمي ده. وفي عندي بعض الآثار الأخرى الفرعونية زي منحوتة أمنحتب، وفي مقصورة لقصر هنعرضها لحضراتكم دلوقتي وهقول لكم اسمها ايه. ده غير المكان الفريد اللي اتبنى فيه المتحف النوبي على ربوة عالية في محافظة أسوان، واتبنى بشكل يعني قريب للطابع الفرعوني أو المقابر الفراعنة وطبيعة الحياة الإسوانية أو الحياة النوبية هنا، هو بالحجر الجرانيت الأحمر. هناخدكم في جولة، سواء جولة في الحديقة الخاصة بالمتحف أو جولة داخل المتحف دلوقتي. اتفضلوا معانا. ودي لوحة تذكارية للملك بريسماتيك منقوشة بالكتابة الهيروغليفية في الأسرة 26. ودي مقصورة للإله رع حورختي، تم العثور عليها بمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، وكرست هذه المقصورة للإله رع حورختي إلى الشمس. لوحة بتتحدث عن متحف النوبة وتفاصيل أجزائه، تفاصيل بنائه. لو حابين تستوضحوا أكتر ممكن توقفوا الصورة وتقروا اللي مكتوب على الجدارية أو على اللوحة دي. محتويات المتحف مذكورة على الجدارية، وهنا المقصورة، مقصورة الإله رع حورختي اللي وجدت بمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، وكرست هذه المقصورة لإله الشمس عند القدماء المصريين الإله رع حورختي. الفيديو ده هيكون تفصيلي إلى حد ما، علشان اللي حابب يتفرج عليه ويحس انه زار كل تفاصيل المتحف، متحف النوبي بأسوان، فهيحس فعلا ان هو زاره وشاف كل جوانبه بالتفصيل. فمعذرة لطول الفيديو، لكن المحتوى يحتاج او يتطلب ذلك.
شمس أسوان الحارقة وتتخللها بعض الغيوم، ولكن المشهد عموما مشهد بديع. أشجار النخيل الموجودة في الحديقة الخارجية للمتحف حقيقة صفت بشكل رائع. في بعض الأنواع مكتوب مصدر النخيل ده فين؟ ده عمود أسطواني عليه نص رأسي بالكتابة الهيروغليفية، ويعلو العمود تاج على شكل زهرة اللوتس، وبيعود العمود ده إلى العصر البطلمي. آدي شكل العمود مرتكز على قاعدة دائرية، والتاج على شكل زهرة اللوتس من العصر البطلمي. ودي مسلة ناقصة القمة عليها نص رأسي بالكتابة الهيروغليفية، أعيد استخدامها كعمود في كنيسة في العصر القبطي. المسلة دي كانت من الدولة الحديثة. هنا بيظهر قدامنا في الصورة مع فندق أولد كاتراكت اللي اتمثل فيه مسلسل قبل كده، مسلسل جراند أوتيل. يظهر من حديقة المتحف دي لوحة للملك هورستيف أو هورسيتيف، عليها كتابات هيروغليفية من 4 جوانب، وفي أعلاها في نقش لقرص الشمس وآلهة وملوك من الأسرة 25. اللي هنشوفه ده عنصر معماري على شكل رأس أسد من الحجر الرملي من العصر الميروي. العصر الميروي كان في أثناء حكم الكوشيون في الأسرة 25. وقدامنا ثلاثة أعمدة بتيجان ذات زخارف نباتية وأشكال هندسية من الحجر الرملي، وجدت في قصر إبريم. طبعا ده كان برضو في حكم الكوشيين في الأسرة 25. أمامنا الآن مقبرة من العصر الفاطمي. دخلنا كده في العصر الإسلامي، وفي بعض أهي الآثار الخاصة بالعصر الإسلامي موجودة في الحديقة الخارجية للمتحف. بعض المناظر البديعة، الأشجار، النخيل العالية،
لازلنا نتجول في الجانب الشمالي من المتحف، وبعض أصناف النباتات المزروعة في الحديقة. نصعد لنرى الضريح الفاطمي الأعلى، العمارة الفاطمية أيضا موجودة لدينا هنا، وهنرى مقام السيدة زينب بنت سيدنا علي رضي الله عنهما في أسوان، وده الضريح الفاطمي. نلتف ونتجول لنشاهد العمارة الفاطمية الموجودة أيضا داخل أسوار المتحف النوبي، لتضم أيضا العمارة أو الحضارة الإسلامية في رحاب المتحف. القباب الفاطمية حقيقي أن هذا المكان يعتبر ملتقى حضارات كثيرة، العصر الفرعوني والكوشي والبطلمي، وآثار مسيحية وآثار إسلامية. ونرى على البعد مقام السيدة زينب بنت سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه في مدينة أسوان. سوف نتحدث أثناء جولتنا عن بعض المعلومات عن متحف النوبة في أسوان. هو متحف أنشأته منظمة اليونسكو في مصر لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة القديمة ومن عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، مع استعراض أهم العادات والتقاليد النوبية واللغة النوبية العريقة. تم افتتاح المتحف عام 1997، ويحتوي المتحف على 5000 قطعة أثرية تمثل مراحل تطور الحضارة المصرية. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة في المتحف تمثال الملك رمسيس الثاني ومقصورة قصر إبريم ونموذج لمعبد فيلة ولوحة حجرية لأمن حطب، وفي هيكل عظمي الإنسان عمره 200,000 سنة كان قد عثر عليه سنة 1982 في منطقة بشمال غرب أسوان اسمها الكوبانية. المتحف تصميمه مستوحي أو مستوحى من المقابر الفرعونية، صممه المهندس المصري محمود الحكيم، والتصميم متناغم مع البيئة النوبية المحيطة. ومساحة المكان ده حوالي 50,000 متر مربع، وإحنا دلوقتي طالعين على قنطرة صغيرة المفروض تحتها في مجرى تمر فيه المياه، ونرى من فوق هذه الهضبة الطريق المؤدي إلى مطار أسوان، والناحية الأخرى هي جبانة الفاطميين
التي نراها الآن في أسوان. وهذا هو الجزء الآخر أو الجزء الشرقي من متحف النوبة في الحديقة الخلفية. وده تابوت للكبش المقدس للمعبود خنوم من البازلت، وده في العصر الروماني. شكل التابوت اهو. ودي قاعدة تمثال عليها نص بالكتابة الهيروغليفية على جوانبها الأربعة، وخرطوش للملك عنخ إسنفراي برع من الحجر الرملي. وده حجر رملي للملك ستاو نائب الملك في كوشة أو النوبة. ده حجر رملي من الأسرة 19، وجد في وادي حلفة بالسودان. هندخل دلوقتي في مجسم أو في كهف أو نموذج لكهف الإنسان القديم، في كهف للإنسان القديم أو في عصر ما قبل العصورات في العصر الحجري. كان الكهف بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني هو ده نموذج مماثل للكهوف التي وجدت في جنوب مصر في هذا التوقيت، ولكن الرسومات الجدارية الموجودة في الكهف هي رسومات جدارية واقعية حقيقية تم رسمها أو حفرها في العصر الحجري كما نشاهد الآن. كل هذه الرسوم، كل هذه الرسوم في العصر الحجري، رسم البقرة من العصر الحجري، وهذا أيضا لطائر، يعني عصر ما قبل الأسرات الفرعونية 30 اللي احنا عارفينها. برضو اهو الانسان كان بيرسم اشياء برضو تحمل بعض الفن والدقة، يعني كما نرى صور او نقوش الحيوانات. هذه الجداريات اؤكد انها حقيقية من العصر الحجري، لكن الكهف عموما فهو نموذج مبني كما وجد بالضبط، مماثل لما وجد فيه. كل هذا في رحاب الحديقة الخارجية للمتحف النوبي في أسوان. هذه المنحوتة نرى
بعض الأشياء التي تعود بنا قديما إلى عصر ما قبل العصورات وإلى الإنسان القديم من آلاف آلاف السنين. ولقينا في المكان ده برضو في الكهف ده فوجئنا، لقينا منظر لوطويط كما نشاهدها الآن، ثلاث وطويط موجودة في السقف معلقة في جدران السقف، وكأنها فعلا في كهف حقيقي. لازلنا نتجول داخل الكهف ونرى هذه الطيور اللي هو الوطواط متعلق بسقف الكهف. نحاول تقريب الصورة أكثر. وهذه فتحة تهوية داخل الكهف. احنا دلوقتي داخل المتحف، قاعة العرض الرئيسية أمامنا، وإلى اليمين قاعة مؤقتة للعرض، وعلى اليسار على اليسار أهو في قاعة مؤتمرات أمامنا أو قاعة محاضرات، وبجوارها في قاعة استقبال كبار الزوار. ونرى الآن المكتبة الخاصة بالمتحف تحوي بعض الكتب الأثرية التي تتحدث عن مصر باللغة الأجنبية، وده بيت هدايا ممكن تشتري منه سوفونيرز أو هدايا تذكارية. أتجول الآن داخل المكتبة التي تحوي على العديد من الكتب باللغة الإنجليزية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة. هنا في ماكيت أو مجسم للمتحف بيظهر كافة تفاصيل المتحف والشوارع المحيطة به
والحدائق التي حوله التابعة للمتحف. حقا يعني مشروع عظيم يحوي الكثير من الكنوز المصرية في العصور المختلفة، 5000 قطعة أثرية، حجم مهول من القطع الأثرية في العصور المختلفة، طبقا من عصور ما قبل تاريخ الأسرات وعصر الإنسان الحجري إلى عصر الأسرات الفرعونية إلى العصر البطلمي، والحضارة النوبية بكافة تفاصيلها وعصورها إلى العصر الحديث إلى ما نحن فيه الآن. كل ده موجود داخل المتحف. نعلق على الجدار أهم القطع الأثرية التي يحويها المتحف، فلنلقي عليها نظرة. الهيكل العظمي ده لبقايا امرأة مصابة بالسرطان، سرطان الثدي، الظاهر في عظامها في الدولة القديمة اللي هي كانت ما بين 2543 قبل الميلاد ل 2120 قبل الميلاد. نحن الآن نتجول في قاعة العرض المؤقت. ده تابوت خشبي مزخرف للكاهن خيمة في الدولة الوسطى في الأسرة الـ12 اللي هي كانت من 1939 ل 1760 قبل الميلاد. وده خنجر برونزي للكاهن خيمة برضو من الأسرة الـ12. نلاحظ دقة النقوش على التابوت الخشبي والكتابات الهيروغليفية، روعة في الجمال. ودي لوحة مرسومة من الحجر الرملي في عصر الدولة الوسطى.
لا زلنا في قاعة العرض المؤقت، نعرض بعض القطع الأثرية الفريدة النحاة. دي جرة بيضاوية الشكل، استخدمت للتخزين أو كإناء الدولة الحديثة في الأسرة 18. ودي أشكال للإله بتاح سوكر أوزيريس، مصنوع من الخشب الملون بوجه مذهب في العصر المتأخر للأسرة 26. مياه كبش عليها قناع مذهب. كان الكبش رمز معبود خنوم في عصر البطلمي، ودي مومياء كاهن من العصر البطلمي أيضا. داخل قاعة العرض المؤقت في قاعة للوحات التي تمثل الآثار أو القطع الأثرية المختلفة التي تم استخراجها عبر العصور المختلفة. النوبة في عصر ما قبل التاريخ، وبعض الأدوات الحجرية التي كان يستخدمها الإنسان
العصر الحجري القديم أدوات للقاطع وأدوات للصيد مختلفة. نحن الآن في عصر ما قبل التاريخ، العصر الحجري. دي مكتوب عليها نسخة طبق الأصل، الهيكل العظمي لإنسان في العصر الحجري تقريبا، يعني أعتقد أنه هو المقصود بها حفرية مثلا أو كده، أو بعض العظام التي وجدت بالإضافة إلى حفرية لهيكل عظمي للإنسان في العصر الحجري. العصر الحجري ده يعني من آلاف آلاف السنين، يعني ممكن من مثلا 200,000 سنة أو حاجة زي كده. أنا كاتبين كل هذه الأشياء من العصر الحجري. ودي بيضة نعامة مهشمة، وبيضة نعامة مش مهشمة زي ما احنا شايفين كده. نتجول الآن في الأدوات الخاصة أو في القسم الخاص بالعصر الحجري. ودي نموذج لمقبرة في هذه الحقبة من الزمن، بيصور لك شكل المقابر اللي كانت موجودة. تمثال الملك خفرع الجيزة الأسرة الرابعة، جزء مفصول الرأس من تمثال الملك خفرع. نموذج للجنود الكوشيين في العصر الكوشي في الأسرة 25. ده تمثال لابن أحد الملوك الكوشيين اللي حكموا آنذاك.
ثلاثة لوحات في عصر الدولة الوسطى منقوش عليها بالهيروغليفي. تمثال الملك رمسيس الثاني، وده تمثال الكاتب الشهير عند الفراعنة. وعليه نقوش هيروغليفية دقيقة تثير داخلنا الحماس لتعلم رموز هذه اللغة. بعض الأدوات الفرعونية والمرآة وأدوات فرعونية، وهذا هو يعني مخدع يوضع عليه رأس الموميات، مخدع لوضع رأس المومياء. تمثال مزدوج لملكة وأميرة يرتديان الزي المروي، المروي الأسرة اللي هي اللي كانت في شمال السودان تمتد العهد الكوشي. مقصورة أوسر نائب الملك أمنحتب الثاني في كوش. هذه هي المقصورة. وده نموذج لمعبد فيلة اللي موجود على جزيرة إيجاليكا، تم نقله من جزيرة فيلة لجزيرة إيجاليكا بعد بناء سد أسوان والسد العالي. دي ثلاثة تيجان وجدت على رؤوس هياكل عظمية لملوك في بلانة، وهي على طراز البيزنطي. تيجان من الفضة مطعمة بالأحجار الكريمة. عقد من الذهب يتكون من خرزات على شكل ثمرة الرمان، بالإضافة إلى خاتمان من الذهب. دقة الصناعة في عصر الفراعنة. وأدي عدد 2 خاتم شكلهم والله يعني جميل جدا، كأنهم صنعوا بالأمس. نعرض بعض النماذج، بعض النماذج في العصر النوبي المسيحي وبعده في العصر الإسلامي. نترككم لتشاهدوا.
هذه النماذج. وده نموذج لمدينة قبطية نوبية قديمة. أدي مبنى كنيسة والطراز اللي كانت تبنى عليه البيوت النوبية القبطية القديمة بالقباء التي تقلل من ارتفاع درجات الحرارة. دي مشكاة من الزجاج المذهب من العصر المملوكي، ودي نموذج مأذنة بلال، ونترككم لرؤية بعض المتعلقات الخاصة بالعصر النوبي الإسلامي. ودلوقتي داخلين على الحياة النوبية التي مستمرة هي إلى الآن على نفس العادات والتقاليد. اثنين من السيدات تقومان بغزل بصراحة. التجسيد هنا ممتاز، تشعر وكأنهم أناس حقيقيون. نرى نماذج البيوت النوبية بالرسومات الجميلة والألوان المبهرة المميزة للطابع النوبي. نرى هذا البيت النوبي أمامه احتفال، يبدو أنه احتفال لعرس. الرجال يستخدمون الآلات الموسيقية المعروفة في بلاد النوبة، الدف، وفي آلة شبه السمسمية برضو لها أصل نوبي، كما أنها موجودة في مدينة السويس. شكل البيوت النوبية والزير، على فكرة مية الزير بتبقى جميلة جداً وساقعة وطعمها مميز. صورة لرجال نوبيون يرتدون الملابس النوبية الشهيرة، والرسومات الجميلة الموجودة على
جدران البيوت النوبية. هنا تجهيز العروس للزفاف. هذه غرفة العروس ويتم تجهيزها للزفاف. تشعر وكأنهم أناس حقيقيون فعلا، يعني عمل فني ممتاز جدا لتجسيد منظر البيت النوبي والعادات النوبية. العمارة والفن النوبي التي تجعل من البيوت مكان مناسب لدرجة حرارة البيئة، القباء وطريقة بناء البيوت تعمل على تخفيض درجات الحرارة العالية. واجهة بيت نوبي آخر، وهذا الشيخ الكبير يجلس يعلم الأطفال أو الصبيان تلاوة القرآن الكريم وحفظه، زي الكتاب عندنا في مصر في الأرياف، فبرضو في بلاد النوبة يوجد كتاب لتعليم القرآن الكريم. وهنا هنشوف أدوات زراعة نوبية قديمة، الشادوف والساقية. نجد أن هناك أهي الساقية بجانبها فلاح يرتدي الزي أو الجلباب الأزرق. أحيي الفنان الذي قام بتجسيد هذه الأشياء التي تبدو وكأنها حقيقية. الطبيعة النوبية الجميلة على مدار العصور، رأينا النوبة قديما ما قبل العصر أو عصر الأسرات، ورأيناها حديثا. انتهينا دلوقتي من جولتنا. ياريت حضراتكم ما تنسوش تدعمونا باللايك، وياريت الاشتراك والشير، وإلى جولة أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.